صباح الخير. اليوم طالعين نكزدر على شارع بلد دور، طبعا منخلفش يعني الاشياء اللي قاعده بتصير بالبلد، بس طالعين نكزدر. حكينا بدنا نصور كمان فيديو، وبدنا بهذا الفيديو راح اورجيكم كيف بصور وكيف بعمل الصور، بعملهم ايديتنج كل هاي الامور. مش رايحين، مش مخالفين اشي يا جماعه. ها لا لا سناس بنشوف، خليكم بالفيديو. راح نصور كمان صوره، راح نصور كمان صوره، بنعرض كل اشي، والفيديو مش راح يكون طويل يعني. اتفه ناس بالحياه. شوي مو من شوي شغل شغل الفا الفا مو من الفا الفا وقف عبد هيك مو واحد وقف ايوه ايوه عطاك كيف لازم تسوق عبد شد ما تضل هون بيب بيب زمبر 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 يلا يلا خلص وبس يعني هنصور كمان صوره مع شو بيطلع معنا، راح شو بيطلع معنا راح نحط بالفيديو. ايش ما يطلع المثاليه تتبهدل بدراب زي بوط ابيض. المهم شو بيطلع معنا راح نسوي. عبد صوتك يا عبد. طيب يا جماعه احنا اخترنا هاي الزاويه، هذا اللوكيشن هنصور فيه. جماعة احنا هسا اخذنا كمان لوكيشن، ورايحين على كمان اثنين لوكيشن او ثلاثة نصور فيهم وبعدها خلص. نسيتوا الجاكيت؟ لا هنا راجعين، اذا راح بيعطيكم العافية. جاهز لبسة العريس، البس جاكيت تبع مين؟ بدي تعريس اخوي جاكيت تبع مين؟ جاكيت مين؟ جاكيت تبع مين؟ يا جماعة نحكي كلمة واحدة، استنى عن جد والله. حاولوا ما تصوروا تكونوش تخلوش الشمس وراكم أبدا بالمرة، لأنه أسوأ صور بتطلعوا في وراكم شمس. Stuck in the brain.
يا جماعة احنا هون خلصنا وصورنا وطلعوا صور معنا كتير كتير حلوة، وبتمنى يعجبكم الاشي، وراح احط اسماء البرامج كلها في الديسكريبشن تحت، وراح برضو اصور وانا بعمل ايديت للصور وبس. يعني تعالوا يا جماعة، يعطيكم الف عافية، وكان يوم نهارنا كتير حلو، واذا عجبكم الفيديو اعملوا شير سبسكرايب وتابعونا وما تنسونا. يلا بدنا نختار. بيس. وقفني جندي قال لي سير صع سير صع سير صع دخل بعد بقلي وقف قلي سير صع سير صع وانا ودي اخلي الدنيا تشدي ارصع سير صع دخلني ودي اخلي الدنيا تشدي هلا.